السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم في تجربة جديدة من تجارب لاب 3 اللي هو الميجرمنت اند لابوراتوري 3 اللي قياساته معمل 3. التجربة دي بتتكلم على السنجل. طبعا التجربة اللي فاتت خدنا السنجل سايد باند سبريسد كارير بس موديوليشن، خلاص ديت عملناها. المفروض التجربة ديت على ايه بقى؟ ان انا استرجع الاشاره اللي هي السنجل سايد باند سبريسد كارير سيجنال، عايز استرجعها، فبنعمل عمليه دي موديوليشن. خلاص دي التجربه اللي احنا هناخدها النهارده. طيب كلنا عرفنا البلوك دايجرام اللي فات، خلاص اللي احنا عملناه عشان نحصل على اشاره مين؟ عشان نحصل على اشاره السنجل سايد باند سبريسد كارير. ان استخدمت اتنين مالتبلاير وبعد كده استخدمت ادر فطلعت للإشارة، وخدنا الاناليسز ان انا ازاي وصلت لشكل الاشارة دي. هنا بقى عشان احصل استعيد الاشارة تاني، فبعمل العملية العكسية للموديوليشن وهي الدي موديوليشن. خلاص فانا لو عندي اشارة سنجل سايد باند سبريسد كارير وعايز اعمل لها دي موديوليشن، فبستخدم مالتبلاير بلوك. خلاص مالتبلاير بلوك، المالتبلاير بلوك ده هضرب إشارة فيه وهتكون هي إشارة الكارير سيجنال اللي أنا مستخدمها الأساسية اللي هي الميد كيلو ساين كارير سيجنال. خلاص بعد ما ضربت في الكارير سيجنال بتاعتي اللي هي الميد كيلو ساين، فالأوتبوت بتاعها هدخله على ما يسمى ب فلتر. خلاص يسمى بمين؟ بفلتر اللي هو تيونابل لو باس فلتر. خلاص لو انت عملت فلتر للسيجنال بتاعتك، فديت هتطلع لي إشارة البيز باند سيجنال. اظن طبعا بتبقى التجربة دي سهلة شوية عن اللي فاتت. عن الانشاء هنا بسيطة، اللي هو السنجل سايد باند سبريسد كارير سيجنال ضربتها في المالتبلاير بشرط نفس تردد الكارير سيجنال. خلاص وبعد كده الاوت بتاعها دخلناه على تيونابل لو باس فلتر، هيطلع لي إشارة البيز باند سيجنال. خلاص يعني المفروض السيجنال اللي انا مدخلها عاملة بالمنظر ده كده. خلاص ديت ال V single side band is the carrier of T signal في محور الزمن. هيكون ال output بتاعي هي إشارة ال base band اللي انت مدخلها هناك، اللي هي إشارة التردد بتاعها قليل شوية V M of T. تمام، مفيش ازيد من كده في التجربة ديت. انت بالنسبة برضو للأوبجكت من التجربة is demodulate the single side band suppressed carrier signal. وعندنا النقطة التانية التولز اللي هي المستخدمة، برضو الإيمونا كيت نفس الأدوات المستخدمة في التجربة السابقة. وطبعا من الإيمونا كيت تستخدم عليها مالتبلاير واحد وتيونابل لو باس فلتر والأسلوسكوب عشان استعرض شكل الإشارة اللي أنا حصلت عليها. تمام، أتمنى إن تكون التجربة ديت واضحة. هي تجربة سهلة وبسيطة مفيهاش أي حاجة. شكرا جزيلا.